بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رباعي حراس المنتخب في كأس العالم وإكرامي خارج الحسابات. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد تلقائيا. أكد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري أن الرباعي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وعصام الحضري ومحمد عواد سيكونوا الحراس الأربعة المستدعين لمعسكر المنتخب المقبل. وسيعسكر منتخب مصر في مارس المقبل، سيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان في العاصمة السويسرية زيورخ استعدادا لكأس العالم 2018. وقال ناجي في تصريحات لبرنامج مع شوبير على قنوات صدى البلد: إكرامي بعيد عن اللعب، عندما يعود للعب بالتأكيد سيعود للمنتخب، وتحدثت معه في هذا الشأن. وأضاف عواد: أيضا تحدثت معه واطمأننت عليه، سيجري أشعة وسيتحدد على إثرها مدة الغياب التي ستكون أسبوعين لأنه يعاني من شد فقط. ثم تابع: الحضري يسير بخطى جيدة في السعودية، وهو نموذج كفاح مشرف. كأس العالم ما زال في منتصف يونيو، والجميع لديه الفرصة للانضمام إلى المنتخب. وأردف قائلا: قرار الحارس الأساسي سيكون في وقتها، قد تحدث بعض المتغيرات، ولا قدر الله قد يتعرض أحدهم للإصابة، كما أنني لن أفصح عن الخيار الأول حتى لا أحبط أحد. وواصل: الرباعي المستدعى في المعسكر المقبل سيكون عصام الحضري ومحمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد عواد. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.